اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نروح نطمن على اخبار الطقس النهارده بالتفصيل من ليندا. اتفضلي يا ليندا. شكرا هدير. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد. بالليل هيكون الجو شديد البرودة على الأنحاء كافة، هيصل لحد الساقية على وسط سيناء. النهاردة في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها من القاهرة. بتسجل العظمى 18 والصغرى 10، الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 9، سيوة العظمى 19 والصغرى 8، بورسعيد العظمى 18 والصغرى 10، دمياط العظمى 18 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10، السويس العظمى 19 والصغرى بتسجل 10. هنروح لعريش العظمى 19 والصغرى 11، سانت كاترين العظمى 13 والصغرى 0، طابة العظمى 16 والصغرى 11، شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 15، الغردقة العظمى 21 والصغرى 14، الفيوم العظمى 18 والصغرى 8، بني سويف العظمى 18 والصغرى 7، المنيا العظمى 18 والصغرى بتسجل 7. هنروح لأسيوط العظمى فيها 19 والصغرى 7، سوهاج العظمى 20 والصغرى 8، قنا العظمى 21 والصغرى 8، الأقصر العظمى 22 والصغرى 9، أسوان العظمى 22 والصغرى 9، الوادي الجديد العظمى 21 والصغرى 6، شلاتين العظمى 24 والصغرى 12، وأخيرا حلايب العظمى 22 والصغرى بتسجل 13. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر.